السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رؤية الرائحة الكريهة في المنام، شمت ريحة مش عاجبك في الحلم، أو مثلا رأيت ملابسك غير متطيبة في الحلم، يعني ما فيهاش ريحة حلوة، لقيت مثلا رائحة طالعة من الحمام أو التواليت كريهة، رأيت رائحة كريهة شمتها من شخص أو شمتها ولا تعرف مصدر هذه الرائحة الكريهة، تابع الفيديو انت تعرف التفسير الصحيح. رؤية الرائحة الكريهة في المنام تعد من الأحلام الغير جيدة في جميع الأحوال، تشير إلى حدوث أمور غير محمودة للرأي. يعني مثلا ربما تكون حضرتك هتتعرض لسحر. الرائحة الكريهة هنا من الرموز التي تحذر الإنسان من وقوعه في مس أو سحر أو حسد، فيجب عليك أن تحصن نفسك كويس جدا. أيضا ما بتدلش على كده وبس، رؤية الرائحة الكريهة ربما تحذر الإنسان بأنه يقع في ذنوب أو غير مهتم بالعبادات أو تارك للصلاة. ربما أيضا رؤية الرائحة الكريهة على حسب حالتك الاجتماعية، يعني مثلا رأتها المرأة المتزوجة فده دليل على قبولك على مشاكل زوجية أو مشاكل تخص الإنجاب أو مشاكل عائلية. للرجل ربما حسد في عملك وهتتفصل أو مش هتكسب ماديات أو تتعرض لخسارة في التجارة لو حضرتك تاجر بنفسك. طب بالنسبة للعزباء، ربما في تنبيه بفشل علاقتك العاطفية، ويجب عليك ألا تتعمقي مع الشخص اللي أنت عاملة معاه علاقة عاطفية، فابتعد عنه. ربما أيضا يكون الرائحة الكريهة في الحلم بتنبهك من وقف الحال. كذلك رؤية الرائحة الكريهة سواء حالتك الاجتماعية متزوج أو عازب تدل على أخبار سيئة جدا ستحصل عليها أو ستسمعها الفترة اللي جاية. في كل الأحوال تحصن نفسك، لو أنت عندك أو بتتعالج من مس أو سحر حصن نفسك. طب لا عندي مس ولا عندي سحر والرؤية غريبة وفيها رموز مختلفة، يبقى الرؤية هنا تدل على الانتباه من أن يخرج منك كلام مش هيرضي أي إنسان، أو ربما لو أنت شامم الريحة دي جاية من بيت تاني أو من شخص تاني انتبه من هذا الشخص، ربما يأذيك، ربما يتكلم عليك كلام سيء، ربما يكون في نميمة. أي رؤية تخص الكلام الرائحة الغير جيدة في الرؤية اكتبها لي أسفل التعليقات.